قبل ما اجي الدكتوره ياه وانا دوري هو غير بحث على المستجدات وغادي نبعث لها اللي كاينه قبل ما اجي الدكتوره ياه وانا دوري هو غير بحث على المستجدات وغادي نبعث لها. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا على جد مقربه من البئر المشؤوم اللي بطبيعه الحال فيه ريان، الفاجعه اللي تبعها عدد كبير من المغاربه. احنا الان في عين المكان تنطلب الله عز وجل والدعاء للمغاربه ان ريان يتنقد. مشاهدينا الكرام، احنا يلاه وصلنا لعين المكان، معلومات اللي عندنا انه نسبة ديال الامطار قليله غادي تقدر توصلنا لريان، وهنا كل الاجهزه كدير اللي عليها، كل شيء كيضحي بالغالي والنفيس من اجل ريان، الدعاء ديالنا ليه. احنا الان في حدود السادسه صباحا، ليس هناك جديد في الموضوع بشكل نهائي، ولكن الاليات كتشتغل، المسؤولين كيشتغلوا بطريقه احترافيه من اجل انقاذ ريان. معلومات كذلك اللي قدرنا نوصلوا لها انه لا زال على قيد الحياه. مشاهدينا الكرام، سوف ابحث اكثر في الموضوع وسوف نبقى في عين المكان وسوف نوافيكم بالجديد. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا والدعاء ديالكم لهذا الطفل، يا ربي ريان يعيش ونطمئنوا كاملين. تبعوا معايا.